النهارده كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه الدولة طرحت صندوق لدعم الأسرة المصرية. الصندوق ده بيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، خصوصا لما بيحصل أي خلافات، والصندوق ده بيحصل على الدعم بتاعه من قبل الحكومة وأيضا المتزوجين. الحكومة هتساهم في دعم الصندوق بنفس القدر اللي هيساهم فيه المقبلون على الزواج. خلينا نسمع مع حضراتكم شيء من كلمة سيادة الرئيس عن هذا الموضوع. النهاردة احنا مش عايزين اي اسرة، وهي والاختلاف وارد مش كده؟ طبعا. فلما الاختلاف بيبقى وارد في فترة زمنية، الفترة الزمنية دي مين يتكفل بالابناء؟ هم زعلانين من بعض بقى فبيقطعوا بعض، وهم بيقطعوا بعض مش عايزين يصرفوا، صح كده؟ ايوه. طب مين اللي بيضيع؟ الابناء. الابناء ولادي، ولاد مصر. قلنا نعمل ايه؟ الصندوق اللي هو ايه؟ هيبقى صندوق دعم الأسرة المصرية. هذا الصندوق بيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة زي اللي سيادتك تفضلت بيها كده. طب الدعم بتاعه هيجي منين؟ سيادتك تفضلت ان الحكومة هتساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين. يعني قلنا ايه؟ عشان بس يعني عشان تبتدوا برضو في الإعلام تمسكوا الموضوع يعني قلنا اي اجراء بنعمله خلي بالكم الناس فاهمه ان الدين بيخاطب الضمائر بس. لا لا، الدين الحقيقي له نظم، والدوله اللي ما تخليش بالها وتعمل نظم تحقق مقاصد الدين يبقى عندها يعني شكل من اشكال القصور. انا بقول كلام مناسب؟ تمام تمام يا فندم. يعني ايه؟ يعني لما يجي مثلا يقول لك اكرام اليتيم، فانت تقول ايه؟ اكرام اليتيم؟ لا، يبقى الدولة تاخد اتجاه وتعمل قواعد وتعمل إجراءات لإكرام الإيه؟ اليتيم. أي يتيم، عشان الناس تفهم يعني إيه دين حقيقي، مش فقط إن إحنا نخاطب ضمائر الناس. ضمائر الناس ده ربنا هيحاسب عليه، لكن الدولة مسؤولة إنها تعمل قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة اللي دايما بيطلبها. فلما جينا في الموضوع ده قلت له ايه؟ طب انا هقول لك بنك نصر مكشوف الحساب بتاع التضامن بكام؟ 350 مليون جنيه. اللي هو عباره عن ايه؟ 500 جنيه وزاره التضامن بتديهم، مش كده يا فندم؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. يمكن يا دكتور مصطفى يقول لي انت ايه اللي خليك بتقول الكلام دوت؟ مش كده؟ اقول له يا فندم. اقول له لا يا فندم اتفضل، ما هو مصارحه ومكاشفه وشيء طيب. فانت النهارده تقول لك ايه؟ يعني ايه 300 مليون جنيه؟ يعني لما لقينا وزارة التضامن بتقدم مساعدة للأسر دي، فالمبالغ اللي كانت موجودة من الأرباح حصل لها إيه؟ ما بقتش الكفية، وبقى ال 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 في مديونية 300 مليون. طب أنا أتفرج على الموضوع ده وأسكت؟ لا، قلت النهاردة هيتعمل صندوق. حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه، مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده، مش كده ولا ايه؟ ايوه. يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي، وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه وعلى الفرش، فتيجي بقى الموضوع ده لا لا ده كتير. لا مش كتير. وانا كدوله اتفقت مع الدكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار، مليارين هنحط مليارين. ليه؟ عشان لما نختلف، لان القانون اللي موجود ده مقفول. يعني ايه مقفول؟ يعني احنا قفلناه بحيث انك انت ما فيش مسار، احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يامن ولادنا في كل شيء.